أصدر الرئيس الأسد مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا من جهة أخرى. وأكد المرسوم رقم 5 لعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس. قال الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لصحف محلية أن صدور المرسومين 5 و6 للعام 2024 يأتي تعزيزاً للبيئة التشريعية اللازمة لتشجيع وتعزيز قطاع الأعمال لا سيما في مجال التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية الوافدة من الخارج في ضوء معطيات قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. أظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة العامة للصوف والسجاد أن إنتاج الغزول الصوفية والسجاد خلال العام 2023 وصل إلى أكثر من 5 ملايين متر، هذا فيما حققت الشركة زيادة في المبيعات تجاوزت 100 مليون لمصلحة العام 2023 أيضاً، فيما تقدر الشركة أرباح العام الماضي بنحو 200 مليون ليرة. كشف تجار ومحللون وبيانات لمجموعة بورصات لندن عن أن سوق خام برنت وبعض أسواق النفط في أوروبا وأفريقيا تشهد نقصاً يعود في جزء منه إلى تأخر الشحنات بعد تجنب بعض سفن الشحن للسفر عبر البحر الأحمر، وتزامن التعطيل مع عوامل أخرى منها انقطاعات في الإنتاج وزيادة الطلب في الصين لتشتد المنافسة على إمدادات الخام التي لا تحتاج إلى عبور قناة السويس. ويقول المحللون إن الأزمة أوضح في الأسواق الأوروبية. ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية بأن وكالة التصنيف الائتمانية مودس ستعلن قريباً عن خفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال، ويأتي قرار الوكالة على ضوء ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية نتيجة التصعيد في غزة وأداء الحكومة الحالية. ومن شأن خفض التصنيف وضع مزيداً من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني أصلاً جراء تكلفة الحرب.